الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله يا الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لله ما صنعت بنا يد البين كم من حشا أقرحت منا ومن عيني ما لي وللبين لا أحلى بطلعته قد فرق البين قدما بين الفين في الشرق ذا وذا في الغرب منتئيا مشردي على بعد سجيين لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم فلم تر جامعا منهم لشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء وبعض في الغريين وأرض طوس وسامرة وقد ضملت يا بغداد بدرين حلا وسط قبره يا سادتي لمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحة ويا ويا عيني أبكي على الحسن المسموم مضطهدل يا أم للحسين لقن بين الخميسة يا 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 يا
ظلمات العسكري لبج بدمع دم إمام وصايم ويفطر على السام ثمن أيام بفراشة يتألم يا شبح للموت عينه وفايا ويا ويا رقي الروح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. أبلغ لديك بني العباس مألوكة لا تدعو ملكها ملاكها العجم أي المفاخر أمست في منازلكم وغيركم آمر فيهن محتكم. هذان البيتان لأبي فراس الحمداني من قصيدة تدعى الشافية وهي فعلا شافية لقلوب الشيعة. أبو فراس عنده ثلاث قصائد كلها تعرب عن تمسكه بأهل البيت أو عن تمسكه بأهل البيت، حب لأهل البيت عليكم السلام. كثير من الشعراء نحن نعلم أنه إذا أرادوا أن يمدحون ملك من الملوك يتطلبون الجائزة، يريد أموال شوف يمدح الملوك. ولكن دول شعراء الشيعة مثل دعبل الخزاعي، أبو فراس الحمداني، الكوميت، هؤلاء أشربوا حب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. يعني أبو مثلا دعبل الخزاعي عرفت عنه هذه الكلمة العقائدية العظيمة، رادوا يغروا بأي شكل أن يمدح أعداء أهل البيت أبا. يوم من الأيام إجا واحد اسمه ابن المدبر قال له يا دعبل أنت شلون هجيت المأمون وهجوك للمأمون كان شديد والمأمون سيفه يقطر من دماء أتباع أهل البيت، أنت هجوته هجو قوي. قلت أيسوم المأمون خطة عاجز أو ما رأى بالأمس رأس محمد الأمين أخوه. ثم يقول له أنا من القوم الذين شيوخهم قتلت أخاك، لأن بني خزاعة طبقوا ويا المأمون على الأمين. قال أنا من القوم الذين شيوخهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي، هم وإحنا أنت ما تقعد على هذا المنبر، ورفعوا محلك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهدي. قال له شلون تنتهجوا هذا المأمون؟ قال له يا ابن المدبر أنا والله أحمل خشبتي على ظهري منذ 40 عام ولا أجد من يصلبني عليها بحب أهل البيت. كلمة عقائدية عظيمة. لكن أكو واحد شيء اسمه البحتري، البحتري قام يمدح المتوكل العباسي حتى بعد مماته، المتوكل اللي حفر قبر الحسين وهد عليه الماي، المتوكل الذي استرجع سب علي بن أبي طالب على المنابر، المتوكل الذي كان يلبس واحد اسمه عباد المخنث قصير يلبسه مخدة ويسوي عنده بطن ويخلي يقمز بالمجلس يقول هذا الأنزع البطين هذا علي أمير المؤمنين. حتى جاء له ولده المستنصر قال له أبويا ليش تخلي أعدائك يسبون ابن عمك علي بن أبي طالب، أنت سب إذا تريد لأن دول أعدائك ليش تخليهم يسبوه؟ قالوا بنو عدي أو بنو تيم من الخليفة الأول ففاقوا بذلك عن الناس، وقالوا بني عدي من الخليفة الثاني ففاقوا على الناس، وقالوا بنو أمية من الخليفة الثالث، ونحن ليس لدينا إلا هذا علي بن أبي طالب، ليش السبة؟ يقول قال له غار الفتى لابن عمه، رأس الفتى في كذا أمه أمام الناس أمام العالم. هو نفس المستنصر إجا للإمام الهادي قال له ما رأيك ما حكم من يسب الزهراء؟ قال له قتل يقتل.
قال له حتى لو كان أبي، قال له حتى لو كان أبيك لكن لا تقتله، إذا قتلت أباك يقصر عمرك. قال والله لو لم يبقى من عمري يوم واحد إلا قتله. وفعلا طبوا عليه هو وباغر قائد الأتراك، قتلوا المتوكل والوزير مالته الفتح ابن خاقان قتلوهم. العبارة تقول تناثرت لحومهم بكؤوس الخمر. مدحهم أيضا قال فلتكن هكذا منايا الكرام بين ناي ومزهر ومدامي. يقول هكذا اللي يريد يموت كريم، بين الناي وبين المزهر وبين كأس الخمر المدامي يسموه، حتى مدح في هاي. يقول يريد يموت هذا كريم يموت بين هذين، مو مثلا جاي يصلي صلاة الليل ويموت، مو جاي يصلي صلاة الفجر ويموت. هكذا الآن من ثمر بالمتوكل العباسي شي يسموه محيي السنة ومميت البدعة. البدعة حفر قبر علي بن قبر الحسين وأمات البدعة وهد عليه الماء. ومحيي السنة استرجع سبع علي بن أبي طالب على المنابر. هذا دعبل واحد من هؤلاء الشعراء. أما هذا الشيعي البحتري دخل على المتوكل مدحه، قال عن أي ثغر تبتسم، يعني جميل ثغرك من تبتسم، ايش قد جميل ثغرك، عن أي ثغر تبتسم وبأي حكم تحتكم، قل للخليفة جعفر بن متوكل بن المعتصم اسلم لدين محمد فإذا سلمت فقد سلم. دين محمد كله صار بيد المتوكل، إذا سلمت فقد سلم دين محمد. هكذا كان هذا أبو فراس الحمداني مشى على نسق دعبل والكويت اشربوا حب أهل البيت سلام الله عليهم. وفعلا عندما تمر بشعرهم تلقى يعني يكتبون ما في دواخلنا الواقع. دخل هذا أبو فراس الحمداني يقولون على واحد من حكام بني العباس، أنا ما سميهم خلفاء، حكام يعني خليفة يعني منصوص عليه. سمع هذا يقول بماذا يفتخرون علينا أبناء فاطمة، أبناء فاطمة بماذا يفتخرون علينا، النبي مات والعباس موجود وعلي بن أبي طالب موجود والعم يحجب ابن العم، يفتخرون علينا بامرأة وشتم فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أبو فراس سمعه اجى إلى عشيرة بني حمدان قال لهم شتمت الزهراء، جروا له 400 سيف وجاء يمشي على تحت ظلال السيوف. أحسنت، وين؟ إلى التاجي، معسكراتهم بالتاجي اللي ببغداد تندلوها كلكم. صعد على أكمة من الأرض صاح الدين مخترم والحق مهتضم وفيء آل رسول الله منقسم يا باعة الخمر. يقول لبني العباس كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دموا، تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. ثم يقولهم أأنتم آله، تقولون نحن آل بني العباس، أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم، هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا ما أقصت الأخلاق والشيم، كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم. ثم قال أبلغ لديك بنو العباس مألوكة أو مألوكة، زين، لا يدعوا ملكها ملاكها العجم، أي المفاخر أمست في منازلكم وغيركم آمر فيهن محتكم. هذن البيتين يشيرا على أن الدولة العباسية متهرتة في هذا الزمان في عصر الإمام العسكري وفي عصر الإمام الهادي، دولة ضعيفة جدا يتحكمون فيهم الأتراك، وجابوا الأتراك لضرب العلويين، لضرب ثورات العلويين، ثم انقلب السحر على الساحر. زين، أتراك يتحكمون، يعني تبدل سبع خلفاء أو حكام احنا نسميهم في 12 سنة بزمن الهادي والعسكري، يعني كل حاكم وكل خليفة حسب رأيهم يظل أقل من سنتين.
إذا مشى عدل ما يريدون الأتراك يخلوه، إذا خالفهم يسملون عيونه ويخلوه يتكفف الناس. إحنا لنا الحكم، أنتم ما تتصرفون فقط. لذلك عرفت هذا البيت خليفة في قفص بين وصيف وبغى، وصيف قائد تركي وبغى أيضا قائد تركي، خليفة في قفص بين وصيف وبغى يقول ما قال له كما يقول ببغى. ليش يردد؟ ما عنده خيار، ما عنده حكم، ما عنده سلطة على الناس أبدا. التركي هو الذي يأمر والخليفة ينفذ، ويعطوها أيضا الرواتب الأموال اللي تجي تروح للأتراك مو إليه. هاي في زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وصلت الدولة العباسية إلى أضعف من الضعيف جدا. بعد شنو الانتشار بزمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه؟ انتشر نشر بنو العباس الفساد، متهتكين. الحكام اللي سبقوهم كانوا يشربون الخمر ويزنون، ولكن بمعزل عن الناس. في زمن المتوكل وزمن الإمام الحسن العسكري قاموا يتهتكون أمام الناس، حتى أصر المتوكل العباسي على زوجته أن تجي تجلس بجانبه في المجلس. قالها أنت السيدة الأولى، يجب أن تقعدين، ديش ظهر عندها طهارة شوية. قالت لها أنا شلون أقعد الناس يشوفني، العالم الغربة يطبوني شو؟ قالها لا، أنت السيدة كون تقعدين إلى جانبي. هكذا وصل الأمر. ألح عليها، رفضت، طلقها، قالت ما تفيدين، روح جيب غيرك قعدها إلى جانبي. هذا في زمن المتوكل، ضعف الدولة والتهتك والموبقات انتشرت. وكان الحاكم العباسي إذا اقترف موبقة ما يستحي منها، كأنما فتشيه عادي وفتشيه كذا. زين، اجى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، دز عليه المأمون على الإمام العفو المتوكل والمعتصم، دزوا عليهم من المدينة المنورة هو والإمام الهادي. ليش جابوهم إلى سامراء؟ ليش ما ادوهم للكوفة؟ ليش ما خلوهم بالمدينة؟ أنا أقول لك ليش. لأن الكوفة بها شيعة، شيعة كثيرين، وإذا راحوا إلى الكوفة قد يقلبون الكوفة، يأثرون على الناس على القاعدة. ليش ما خلوهم بالمدينة؟ لأن المدينة حاضنة علمية كبيرة، خافوا منهم أن ينشرون العلوم لأهل المدينة وطلبة أهل المدينة. جابوهم إلى سامراء، ما عندهم أبدا هناك، لأن سامراء ما بنيت لك هي تؤهل بالسكان، بنيت معسكر هي والكوفة. الكوفة كانت مركز لتبادل الأسرى، بناها سعد بن أبي وقاص على أثر مدينة سريانية اسمها شاقولة، وصارت مركز. انتقل إليها من اليمن 7 قبائل كلها شيعة، كندة ومذحج وكذا من اليمن. إذبانة يعني يوم الحسين سلام الله عليه عبيد الله بن زياد، كل شيعة مو بالسجن والبقية شردوا، وإلا هم متهيئين كانوا يخرجون مع الحسين. وهذا يراد له بحث خاص، عندي فد بحث خاص، ليش الشيعة ما ناصروا الحسين أهل الكوفة؟ ليش ما كانوا كلهم بالسجن ذابوا؟ البقية كلهم شاردين، ماكو أبدا، لأن كانوا أحلاف لبني أمية، الخط الأموي، عمر ابن حريث ونضائر عمر ابن حريث، كانوا الشكاكون، كانوا الحمر، ذولا مسلحة الكوفة اللي أمهاتهم فارسيات وروميات، وذولا تزوجوا وهناك عاشوا، يسموهم الحمر 40,000، قائدهم الديلمي يسموه، دولة ويا السلطة، السلطة شنو هذا؟ ويا السلطة، روح اقتل هذا، يروحون يقتلوه. الغرض أن الإمام من جابهم المتوكل إلى سامراء، وين نزلهم؟ نزلهم بخان الصعاليك، حجزهم 4 أيام ما أذن لهم يدخلون عليه. أريد أقول له شوف هذا خان الصعاليك وين صار؟ والقصور مالتك 2، جوسق والجعفري اللي بنيتن بملايين الدنانير من خزينة بيت المال، وين صارن؟ الآن تمر بسامرة تسمع بالجوسق والجعفري قصور،
بس الملوية ترى بس، وهاي مأذنة تخرج عن المعادلة. مثل المستنصرية، المستنصرية أيضا دور علم تخرج من المعادلة، أنه ليش باقي مثلا بني العباس، دور علم. لكن قل لي قبورهم وين؟ هارون اللا رشيد وين قبره؟ في خراسان، نبذتهم حتى الأرض التي عاشوا عليها. من توفى الإمام رضا استشهد، جاب المأمون دفنه إلى جانب أبيه في خراسان حتى تهبط عليه الرحمة. إذا تنزل على الإمام وقف لهم دعبل، ليش أقول لك دعبل؟ كان مكافح، كان كل كلمة يقولها رصاصة في قلوبهم. صح، أربع على قبر الزكي إذا ما كنت تربع من دين على وطري. قبران في طوس، خير الناس كلهم وقبر شرهم، هذا من العبري. لا ينفع الرجس بقرب الزكي، ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرري. هيهات، كل امرئ رهن بما كسبت يداه، فخذ ما شئت أو فذعي. كل واحد احنا نقول متعلق من هذا. وإذا دفنت إلى جانب الإمام ما تنزل عليك الرحمات أبدا، ما يهم أبدا ما يهم. فجابوهم إلى مستنصرية إلى سامراء، نزلوهم بخان الصعاليك. الآن خان الصعاليك شنو؟ قبة من القبب تناطح السماء علوا من الذهب الإبريز، يقصده الشارد والوارد. مهر بيك أبيات أخانا الصعاليك، هل مرت التواريخ في سمعك الموقري؟ أم هل مرت الفكر الحاشدات؟ وما للمظاهر من مخبري لتنبئك أن ديار الظلم من جوسق تم أو جعفري. تهادت أو تهاوت رمادت وظل رمادا، وظل الخلود ينام على رملك الأسمري. ظل الإمام العسكري وظل الإمام الهادي، قبتان سامقتان زين تناطح السماء علوا من الذهب الإبريز، يقصدها الشارد والوارد. احنا لا نستطيع ان نستقصي حياة الإمام العسكري بهذه العجالة، بس نقف وقفات. ماذا عمل الإمام الحسن العسكري عندما جاء؟ الشيء الذي عمله إلى الآن نتعبد به قضية الوكالة، الوكالات، نظام الوكالات. زين بدأ من زمان الإمام الهادي والإمام العسكري، لأن من أبعدوهم عن القاعدة جابوهم إلى سامراء. سامراء قلت لك إن بنت كمعسكر، مو كتؤهل بالسكان، معسكرات الأتراك بنوها في سامراء، ماكو واحد من الشيعة بيها، جابوهم هناك. فمن ابتعدوا عن القاعدة ماذا استحدثوا؟ نظام الوكالة، خلوا وكلاء لهم. مثلا في قم زكريا ابن آدم كان وكيلهم، يقولون للشيعة راجعوا فلان في دينكم، في حقوقكم، في مسائلكم الشرعية، هم ينوبون عنا، لأن ما يوصلون إلى القاعدة، الشيعة ما يوصلون. فاستحدث هذا النظام إلى الآن. المرجعية الدينية استعملت هذه الوكالة، عندك وكيل أنه عن الإمام يجيب على الأسئلة الدينية. هذه القضية الأولى اللي خلاها الإمام الهادي والعسكري. القضية الثانية، كان يقاتل على خطرين الإمام العسكري. شنو يقاتل؟ الخطر الأول يريد يخفي الإمام محمد المهدي عن أعدائه، ويريد يخبر أصحابه بولادة الإمام. أنت إلى الآن من الشيعة يقول ما مولود الإمام. الآن الشباب ذول الله يحفظهم بالكليات، لما نيجي واحد يقول أنت شايف الإمام؟ يقول له لا ما شايفه. يقول له شنو شال الإمام المهدي؟ شنو فائدته وجوده بالحياة؟ لأن هذا الشاب ما قارئ عن الإمام، شنو وجوده؟ إذا شيء ما تستفيد من عنده ليش تؤمن به؟ بالعجل يتراجع عن فكرة الإمام، يقول صدق، لكن ما يرجع إلى الكتب التي ألفت بالإمام المهدي، عشرات بل مئات الكتب. أتحدى أي واحد قارئ عن الإمام المهدي فت كتاب من الكتب، مولود لو ما مولود، شو وقت اختفى، شو وقت ظهر، الغيبة الصغرى، الغيبة الكبرى، ما عندهم شبابنا هذه المعلومة أبدا. أنا أقول خلي يراجعون، خلي يقرون،
لأن أنت معرض في كل زمان ومكان على أنه أنت شلون تؤمن بالإمام. الإمام نص عليه النبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وآله. الله صلى على محمد وآل محمد. صلواتكم شو خفيفة تستحون. الله صلى على محمد وآل. الثالثة يرحمكم الله. الله صلى على محمد وآل. أبو كتاب اسمه ينابيع المودة للقندوزي، سامع به؟ قندوزي رجل شافعي يسمونه ينابيع المودة، موجود تقدر تبحث عنه بالانترنت موجود. ينابيع المودة للقندوزي يقول دخل رجل يهودي على النبي صلى الله عليه وآله اسمه نعثل وكنيته أبو عمارة، قال له يا محمد أنا عندي أسئلة في صدري تعتلج أريد أسئلك بها. قال له تفضل يا أبا عمارة. قال له صف لي ربك. النبي قال له ربي أين العين ولا يؤين بعين، كيف الكيف ولا يكيف بكيف، أحد أحد فرد صمد لم يلد ولا طافت محاضرة بالتوحيد. بعدين قال له من وصيك يا محمد، من وصيك؟ موسى وصيه يوشع بن نون، من وصيك؟ قال له وصي هذا علي بن أبي طالب، ومن بعده سبطاي ولداه الحسن والحسين، ومن بعد الحسين تسعة من ذرية الحسين. قال له سمهم لي، هنا النكتة، سميهم ظهر الأئمة النبي يعني الواقع مسميهم على هذه الرواية اللي يروي هذا الشافعي القندوزي. قال له سمهم لي. قال إذا مضى الحسين فابنه علي، وإذا مضى علي فابنه محمد الباقر، وإذا مضى محمد فابنه جعفر، وإذا مضى جعفر فابنه موسى، وإذا مضى موسى فابنه علي، وإذا مضى علي فابنه علي محمد الجواد، وإذا مضى محمد فابنه علي الهادي، وإذا مضى علي الهادي فابنه الحسن العسكري، وإذا مضى الحسن العسكري محمد المهدي يخرج في آخر الزمان. صلوا على محمد. سماهم بأسمائهم على هذه الرواية منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنت تجي لما يقول لك ما مولود سوف يولد، ذاك اليوم طلع واحد وهابي قال صحيح أكو محمد المهدي يخرج ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت مثل رواياتنا ظلما وجورا، الكنوز الأرض تخرج كنوزها، لكنه مو من ولد الحسن، من ولد الحسين. أما من ولد الحسين، من ولد الحسن. هسه ما يخالف اعترف انت، وبعدين جيب لك جنسيته نقول لك بوي ترى ابو الحسين مو الحسن. هالشكل هذا الى الان واحد دول اللي يطلعون بالتلفاز ينتمون الى الشيعة اسما لا مضمونا يقول انا اعترف ب 11 امام، مو سامع له ما سامع، هذا اذا جيب اسمه على المنبر هذا اللاري زين يقول انا 11 وليس 12، يعني الإمام محمد المهدي ما مولود بعده، يأتي في آخر الزمان. مين يأتي في آخر الزمان؟ أبو الحسن مات شلون يأتي؟ شلون؟ والله ما أدري. نقول ابن الحسن اسمه اسمي، زين اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. زودوها قال واسم أبيه اسمه أبي، واحد اسمه زائدة بس هذا يروي يقول قال اسم أبيه اسم أبي، يعني المفروض محمد بن عبد الله مو ابن الحسن. وفعلا أخذ من هذا عبد الله بن الحسن من هذا الحديث، أخذ مضمون هذا الحديث إجا للإمام جعفر الصادق قال له هذا ابني محمد المهدي بايعه. قال له شلون؟ قال له لأن الحديث يقول واسم أبيه اسم أبي، وهذا محمد وأنا عبد الله، وذاك محمد وأبوه عبد الله. الإمام الصادق قال له إذا تريد أن بايعك نبايعك إليك مو لابنك، أنت أفضل من ابنك، ولكن الأمر لا يحدث. تدري مر منه راح يتولى الأمر؟ هذا أشار للسفاح، ثم من بعده هذا أشار للمنصور، قال له ثم هذا يقتل ولدك هذا وهذا يقتل ولدك الثاني. وفعلا كما حدث، السفاح قتل زين محمد
والمنصور قتل إبراهيم اللي قتل فيه باخمرة، يقولون قتل باخمرة قتلهم، انتهت القضية. فالقضية الأخرى اللي أكد عليها الإمام الحسن أنه يعلم أصحابه بولادة الإمام المهدي ويخفي هذه الولادة عن أعدائه. وفعلا بنو العباس درسوا هذه الأحاديث، خلوا أمام كل امرأة حامل امرأة تراقبها، إذا كان ولد يقتلوه وإذا كان بنت يستحيوها. نفس السؤال اللي سئل للإمام زين العابدين، سأله المنهال كيف أمسيت؟ قال أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم عينا. لكن الولادة ما بينت على نرجس سلام الله عليها إلا آخر أو أول الصباح، على الرواية اللي يروى أنه الإمام الحسن العسكري قال لعمته حكيمة: عم باتي عندنا هذه الليلة. قالت له: ولماذا؟ قال: سوف يولد حجة الله في صباح هذه الليلة. قل صلوا على محمد وآل محمد. أري الصلاة عال يكون تجون بي الدنيا. الله عم بعد صلي على محمد وآل محمد. فعلا يقول أنا ما شفت أنه آثار الحمل على زوجة الإمام، ما شفت آثار الحمل. يقول عندما صار الفجر بدت آثار الحمل على نرجس وولدت الإمام محمد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد ذلك أيقن أن الإمام ولد. زين، ماذا عمل الإمام؟ وزع 1000 رطل من اللحم. وين يوديها الأصحاب؟ يقول للغلام، يقول له: روح ودي هذا اللحم إلى أصحابنا فلان، وقل له بمناسبة ولادة ولده محمد المهدي. وزع 1000 رطل من اللحم، أخفى عن أعدائه. ثم بعد ذلك ماذا عمل؟ خبر أصحابه. لذلك الآن الأصحاب الخلص يقولون الإمام مولود وموجود لكن مختفي عن الأنظار. تتصور الدين هذا هكذا؟ خلي عندك عقيدة لا يفترق، يقول النبي لا يفترق كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لا يفترق. يعني إذا موجود القرآن كون واحد من أهل البيت موجود، إذا موجود الإمام كون القرآن موجود، لا يفترق حتى يرد علي الحوض، هكذا يقول. إذن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه مو بمجرد واحد يجي، هذا يسموه الانتظار العقائدي. أفضل أعمال أمتي شنو؟ شنو هذا الانتظار؟ نشرب جقاير وشيشة ونلعب، هو هذا الانتظار من عندنا؟ لا، مو هذا الانتظار. الانتظار العقائدي أن تؤمن بولاية أهل البيت وتؤمن بوجود المهدي عجل الله تعالى فرجه. وبالعجل يجيك واحد يقول لك: أنت وين شايف المهدي؟ أي والله صحيح، أنا شو مرطين نفسنا بهالورطة. لا لا لا، روح اقرأ، روح تابع، أكو كتب كتبت بالإمام المهدي، مئات الكتب كتبت بالإمام المهدي. كنت أقتنع، كنت أعتقد بهذا الاعتقاد. أما إذا أي هزة إجتك من ذول المخالفين وتركت الأمر، هذا ما يسمى انتظار. أفضل من الصلاة وأفضل من الصيام، أفضل أعمال أمتي، يعني أفضل من الصلاة والصيام وكل شيء، هو انتظار الفرج للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه. وفعلا بعد ذلك الإمام الحسن العسكري ألف كتاب بالتفسير. إذا واحد ما عنده معلومة يسموه المقنعة، كتاب عظيم بالتفسير، هذا ألفه الإمام بكل الأجوبة اللي سئل عليها الإمام سلام الله عليه. بعد الإمام عنده في مثل هذه الليلة بعض النصائح، ماذا يقول؟ يقول: ليس العبادة بكثرة الصلاة وكثرة الصيام، وإنما العبادة بكثرة التفكر بأمر الله. بئس العبد عبد أن يكون ذا وجهين وذا لسانين يطرع أخاه شاهدا، شوفه بالحضور مدحة ويأكله غائبا. هاي موجودة عندنا.
يعني شوفه يمدح بفلان مدح كبير، لكن بس يطي ظهره بالعجل يستغيبه. هذا الإمام يقول هكذا: بئس العبد عبد أن يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا. هاي فاكهة المجالس الغيبة الآن صارت فاكهة المجالس، وإذا صار البناء تعترض عليه تقول له اتق الله، تقوم كل ما تجي تقول جانا هذا راح يخربنا، شعدنا راح يسوي لنا اتق الله، ما اتق الله راح يضوجنا. هذا هكذا صار. تذل الغيبة أشد من الزنا لو لا؟ من تتكلموا على واحد بظهر الغيب، يقول النبي الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل ليزني فيتوب فيتوب الله عليه، ولكن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه يوم القيامة. يقول لك تعال زين هذا استغابني، قال شلون ترضى؟ يقول أريد من حسناته، أنا محتاج حسنات 500، أريد يعطيني 500 حسنة حتى أرضى عنه أخو. ماكو هذا مثلا أخذ مني 1000 دولار، وماكو دولارات يوم القيامة، جاي شلون ترضى علي؟ أريد من حسناته، يطلب من حسناته. هذا فلان هكذا أخذ مني، هكذا استدان وما رجع لي، وهكذا مدانات العباد. الله يقول أنا ما لي علاقة بها، أنا لي علاقة مقصر بصلاتك مقصر بصومك، يجوز أغفر لك يعني برحمتي، لكن مدانات العباد روح ارضي خصمك حتى أنا أطببك الجنة، خصمك إذا رضى أنا أرضى عليك. بعد ماذا يقول الإمام؟ يقول أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم. الورع يسموه ما أخذ من الكف والانبساط أو الكف، والورع في دينكم، وبعد وطول السجود وكثرة الصيام وبر الوالدين وأداء حقوق الناس إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر. إذا ائتمنك على شيء كنت ترجع له إياه، إذا واعدت إنسان مواعدة كون تؤدي الوعد. هذا المؤمنون عنده وعودهم كون كذا. كثير من المشاكل الآن جاي تجينا قضية الأموال، والله سيدنا الداين من عنده فلوس وقال لي بعد شهر وصار لسنتين ما مطيني ياهن، وليش ما تطيني؟ تطيمون. المؤمنون عنده وعودهم كذا، المؤمن إذا وعد وفى. واحد قال له تعال دايني، قال له تعال بوسيدي حتى داينك، إلا تبوسيدي. قال له ليش؟ قال له لأن راح أبوس رجلك حتى ترجع لي. فعلا هاي بالمجتمع ما يبرون، يحلف يقول له أنا رجل ما يرجع. هاي مشاكل المجتمع الآن طرأت على الساحة كلها، قضية الأموال وقضية الدين وقضية هذا. الإمام يقول أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنكم، فإن فعلتم ذلك وقالوا هذا شيعي يسرني ذلك، إذا قالوا هذا شيعي بهالأخلاق يسرني ذلك. يقول أحدهم إذا دخلت إلى بلد أعرف الشيعة من غير الشيعي، قالوا له شلون؟ قال الشيعي بالعجل زين تنعكس علي عليه أخلاق أهل البيت، شوف إنسان مؤدب إنسان خلوق إنسان يساعد الآخرين إنسان كذا، أقول هذا شيعي بالعجل. أما غير الشيعة ما تجد عنده هذه الصفات، عبوس قمطرير يصيح يشتم يفشر كل شيء يسوي. ولذلك عندما يدخلون على الإمام الباقر يقولون الصف، يقولون صفش لنا شيعة علي، يقولهم إنما شيعة علي المتحابون في مودتنا المتبادلون لإحياء أمرنا المتزاورون لإحياء أمرنا، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وتعهد الجيران وبر الوالدين. زين يقول هكذا صفات الشيعة مالتنا، هم هكذا شوف صفاتهم. عاش هذه الفترة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فكروا على أن يسموه حتى يخلصونه. وش قد عاش؟ ترى إمامته 6 سنين، عمره 28 سنة واستشهد. يعني أنت تدري الدولة العباسية ما استطاعت أن تتحمل واحد عمره 28 سنة، خافت منه، رتبوا له السم قبل المعتز. وفعلا يقول
أبو الصلت الهروي دعاني الإمام الحسن العسكري، قال لي يا أبا الصلت أنا أبعثك للمدائن اللي بالعراق، تجيب لي جوابات الكتب، أكو ناس أسئلة سائلة تجيب لي ياهن، وراح ترجع بعد 15 يوم تلقاني مسجع على المختسل. قلت له سيدي إذا هكذا حدث من المرجع من بعدك؟ منو الإمام؟ قال له اللي يصلي علي، راح أعطيك ثلاث أشياء تعرفك منه، اللي يصلي علي صلاة الميت، واللي طالبك ما في جوابات الكتب، والذي يخبر ما في الهميان، الهميان هذا مال الحج يخلون به أموال. يقول فعلا رحت جيت بعد 15 يوم لقيت الإمام مسجى على المختزل جاي يغسلوه. المن يعزون؟ يعزون أخوه جعفر الملقب بجعفر الكذاب، يعزوه إلى الناس. يقول عندما كم الجهاز الإمام إجا الحاجب، قال له سيدي كم الجهاز أخيك؟ تقدم بالصلاة عليه. أبو الأديان قلت هذا الإمام؟ والله إذا هذا الإمام الإمامة كلها باطلة، إذن من أول إمام إلى آخر إمام. هذا جعفر معروف يضرب بالطنابير ويلعب قمار ويشرب الخام. يقول إجا هذا جعفر وقف راد يشيل إيده يكبر، وإذا برد غلام خماسي سداسي، ثم يوصف أبو الأديان يقول على خده خال، وفي ثناياه تفلج، وشعر رأسه أسود مقطب. يقول جذب جعفر قال له تنحى يا عم أنا أحق منك بالصلاة على أبي. قلت تنحى جعفر، قالوا له من هذا؟ قال والله ما شفته أبدا، حتى عمه ما يدري أنه موجود. يقول عندما صلى قلت هذه إشارة واحدة. أبو الأديان يقول أنا واقف ويا الناس. يقول صلى كمل الصلاة والتفت علي قال لي يا أبو الأديان جيب جوابات الكتب اللي جبتها من المدائن. يقول قلت والله هذه ثاني علامة. يقول لما سلمنيها طبوا جماعة من هالقوم شايلين حقوق شرعية بالهميان، من عادتهم عندما يدخلون على الإمام الحسن العسكري يقولهم الإمام هل قد جايبين من فلان من فلان من فلان من فلان. اجوا شافوا الإمام متوفى، قالوا لمن المرجع؟ أشاروا إلى جعفر. اجوا إلى جعفر قالوا له اخبرنا ما في الهميان. قال تريدون منا أن نعلم الغيب؟ ايش مدرينا أنا. يقول أشاروا لهم إلى الغلام، واحد قال له ذاك روح للغلام. اجى للغلام قال لهم 100 دينار جايبين معاكم، 10 دنانير مطلية بالذهب والباقي غير مطلية، من فلان من فلان من فلان جايبيها. يقول اطينا الهميان واحتجب عنا بعد ما شفنا أبدا. يقول المعتمد العباسي بعث على دار الإمام كبسها، دوروا عن الإمام المهدي ما وجدوا الإمام أبدا. ثم غاب الغيبة الصغرى، ثم خرج ووضع النواب الأربع، ثم غاب، ثم قال إذا قضى النواب الأربع فأرجعوا إلى من يخالف هواه طائع لأمر أم مولاه. زين فعل العوام أن يقلدوا. إلى الآن ننتظر، إحنا ننتظر بشارة النبي، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر ولد من ولدي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. إلى الآن أقول لسيدنا انتظر يا حجة الله، مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التلهف غير أحشاء جزوع. قد مزق الثوب الأسى وشكت لواصلها القطيع، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه،
بعد يتوجه يقول له ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطفل فضيعة ترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى يا خيل العدا طحنت ظلوا ورضيعه مخضب بدم الوريد فاطلب رضيعه نعم والله ثلاثة أيام على رمضاء كربلاء تصهر الشمس بحرارتها وأخته يبروح العزيز شلون ساجم بهالشمس وعلى التربان نايم ثلاثة أيام عن الماي يا ثلاثة أيام عن الماي يا صايم العزاء للزهراء منهم بسامرة ومنهم في خراسان ومنهم برض طيبة ومنهم بكوفان وأعظم مصيبة مصيبتي مذبوح عطشان يا حسين يا عز ودلي لو زهوة الميت ينصاب بقلب ما تبك يا حسين ينصاب وذكرك من يمر الدمع ينصاب والله قلب بدال قلبك ريت ينصاب وخددون خدك على الوطية وخددون خدك عايا يا الوطية هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها يا الله وأنا أكون مريضة وصونة بالدعاء مرضى كثيرين الواقع رجال نساء أصحاب حوائج نقرأ الآية الشريفة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن اضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله اللهم اكشف عنا السوء والبلاء يا الله اللهم شافي وعافي جميع المرضى لا سيما المنظورين اللهم اقضي حوائج المحتاجين فردا فردا المؤسسون لهذا المجلس تقبل عملهم بأحسن قبولك اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما الشهداء والعلماء وأموات الحاضرين والحاضرات وإلى روح سماحة آية الله
السيد فاضل الميلاني أستاذنا رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.